ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا، يمكن استغربتوا عنوان حلقتنا لليوم وتساءلتوا إنه شو علاقة الاقتصاد باللغة؟ خليكن معنا لتعرفوا الرابط القوي بين اللغة والاقتصاد وكيف كل واحد فيهم بيأثر بالتاني. تعتبر اللغة محدد مهم من محددات الهيمنة الاقتصادية لأي دولة، يعني الدولة يلي بتمتلك اقتصاد قوي متقدم بتكون حريصة على نشر لغتها وفرضها على الآخرين من خلال المعاملات الاقتصادية، وهذا الشيء يلي أثبته العصر الحديث. لا، وعم نشوف اليوم إنه كل الدول عم بتحاول تحمي لغتها وتحافظ عليها من خلال ربطها بالاقتصاد، يعني بتفرض على الدولة يلي بتعقد معها مبادلات اقتصادية إنه تتعلم هاي اللغة لحتى تتم هاي المبادلات وتقدر الدولة الثانية تستورد منتجاتها وتستفيد منها. وطبعاً الدولة الأقوى اقتصادياً هي يلي بتفرض لغتها على الدولة الأضعف اقتصادياً، وهيك كل ما زادت القوة الاقتصادية للدولة زاد انتشار لغتها، لأنه بيزيد عدد الناس يلي مضطرين يتعلموها كرمال مصالحهم الاقتصادية. خلونا ناخد مثال الصين. اللغة الصينية اليوم عم بيزيد انتشارها بالعالم عشرات الأضعاف عن قبل 30 سنة بسبب قوتها الاقتصادية وانتشار المنتج الصيني بكل العالم. ونفس الشيء اللغة الإنجليزية يلي تطور اقتصادها وخاصة بمجال المعلوماتية والتكنولوجيا لدرجة صارت لغتها تعتبر لغة التقدم والحضارة، وهذا الشيء منلمسه وقت نتصفح أغلب المواقع الإلكترونية يلي بتسيطر اللغة الإنجليزية على أغلبها، وكتير من البرامج والألعاب تتوفر بس باللغة الإنجليزية. وبهي الطريقة بيتم التسويق للغة عن طريق الاقتصاد، وممكن اللغة الاقتصادية تزاحم وتنافس اللغة الأم يلي هي لغة الهوية والسيادة، وبتوصل أحياناً لمرحلة بتصير اللغة المطلوبة داخل البلد للشغل هي اللغة الأجنبية. فيا ترى هذا استعمار ولا مو استعمار؟ بالنهاية أكيد ما فينا نقصي ونتجاهل ضرورة تعلم اللغات العالمية وخاصة لغات الاقتصاد والتسويق والتطور، بس ضروري نعرف كمان أنه كل ما كنا تابعين باللغة الاقتصادية لغيرنا فهذا إقرار مننا بالضعف الاقتصادي. ضلوا بخير، سلام. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.